الزميل أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. مصر في كأس العالم، الحلم أصبح حقيقة هنا في ملعب كترنبرج. المنتخب المصري يعود بعد غياب 28 عام عن المشاركة في كأس العالم، المشاركة الثالثة للمنتخب المصري، مشاركة عبر 34 وخسر أمام المغرب بنتيجة 2-4، ثم جيل 90 العظيم اللي تعادل مع هولندا 1-1 وتعادل أيضا مع إيرلندا بتعادل سلبي، ثم كان الخسارة أمام منتخب إنجلترا في عام 90. عودة مع هذا ولا ننسى الفار، لا ننسى تقنية الفيديو الموجودة هنا من الخطير سواريز، الكرات في العمق لكن يقطع علي جاب المنتخب الأورجواني، ثم اللقاء الثاني أمام منتخب روسيا وبعد ذلك مع المنتخب الأخضر السعودي. ونتمنى إن شاء الله المشوار يستمر، وأمامنا هنا في هذه اللقطة يد فصلية كأنك في يعني في مصر في ظل مساندة كبيرة فيا. فازوا كان بثلاثية من خلال اللعب هنا من جانب كافاني، خطير المساحة والاختبار معها، أعتقد هي يعني بالونة الاختبار الأولى لقدرات محمد الشناوي الجريء، محمد الشناوي اللي شعرنا هنا مروان لكن تغطية دفاعية جديد ياخد ركلة حسب الحضري، خد 15 لقاء الشناوي، خد الطابة الكبير راموس، كرات عالية هذه أمامنا، الصراع في الكرات العالية لكن على طول سلام تريزيجيه، هي أول كرة خطيرة، الكرات العرضية القيمة اللي بيلعبوا من خلالها، ومحاولة خطرة جدا الكرة الماضية لسواريز، الكرة اللي بيعتمدوا عليها والرأسية، كرة الصراع في الكرات العالية على طول يشيل المرة دي عبد الله سعيد، عبد الله عدى يا ولد عبد الله، فاول يا راجل، احسب فاول حكم اللقاء أمامنا هنا، ويروح على طول ويحذر عبد الله سعيد، ادي كويب بشكل جيد، ادي الصراع يا سلام، ورد على طول يسبق يحاول، واللي امامنا هو عبد الله السعيد، مستعجل عبد الله السعيد في الكرات الطوليه، ادي السرعه الانطلاقه لكن على طول يطلع الى خارج، واضح طبعا التزام محمد عبد الشاف في اللقطه الماضيه، اتحرك في المساحه احمد فتحي، يا ولد ركله ركنيه الملعوبه خطره جدا، يطلع الشناوي يا ولد، يلعب فريق كروزيرو مره ثانيه، تسديده قويه، كره من كافاني، ضغط من المنتخب الاورجواني، صحوه من الاورجواي، الركنيه الراسيه الخطيره والهدف الاول، ولكن حكم اللقاء يدي امامنا هنا سواريز في اللقطه الماضيه، هل في لمس في رايه هنا في اللقطه الماضيه، هدف ملغي، سواريز لسه بنحذر للقاءات اخرى، لكن هجمه حلوه للمنتخب المصري، هجمه واعده، كرات العاليه علي جبر الشناوي، التفاهم مطلوب، يطلع برد عنده الشخصيه، عنده الجرأه والتسديده من مروان، ولكن كره كافاني، وادي كره من عمرو ورده على القائم البعيد، يطلع الى الكاستيا في ريال مدريد، وعير ايضا كان الى صفوف اينتراخت، وبعد كده انتقل الى بينارول في 2000 المنتخب الهولندي عن كاس العالم، وكذلك ايضا غياب منتخب ايطاليا ومنتخب تشيلي. طارق حامد طبعا اكيد تعليمات بالحذر والتحدي، والكره الثابته، سواريز يسدد قويه لكن الحائط البشري، كره قويه جدا ترتد وسقوط امامنا هنا، اعتقد يتالم تريزيجيه، اللعبه مستمر، الكره العاليه يطلع بثبات بشكل جميل، محمد عبد الشافي يعمل الكروس العرضي لكن بثبات ملعب في تونس، في المغرب، في ايضا في تحرك من اللاعب هرنانديز، عرضيه لكن يطلع جودين خطيره، تمريره لكن سريعه، الكره احيانا بعض يتحدث عنه بانه يعني شيء سلبي، ولكن حتى الان منتخبنا، ادي امامنا هنا سلامات قلش في اللقطه الماضيه، اللاعب عمرو هل تظبط المره دي، ادي استلام عبد الله مصريه، كره العرضيه قويه كره من احمد فادي، استلام كافاني على كره عاليه، تعامل معها علي جبر، ادي امامنا هجمه من جانب فاريلا، كرات العرضيه من ناندي، ولبت الكور، خطر الكره لامامنا لكن ياتي احمد فتحي، والهدف الهدف والفرصه، عبد الله الى مروان لك عبد الشافي وينهي حكم اللقاء السيد بيورن كيفرس، امامنا الشوط الاول هنا في ملعب. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك، شكرا لكم جزيل الشكر.